يوجد في أمريكا متحف يعد الأكثر سرية في العالم، لا يسمح لأي شخص بدخوله إلا بوجود تصريح خاص، وحتى مع هذا التصريح سيتوجب مرافقة الأمن للزائر ومراقبته طوال الوقت. أي متحف هذا؟ وما هي قصته؟ الإجابة في هذا الفيديو. إذا كنت من متابعي المسلسلات والأفلام البوليسية في هوليود، فعلى الأرجح ستكون قد رأيت هذا المبنى المألوف، وهو مبنى CIA، وهي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الواقعة بولاية فيرجينيا. بداخل هذا المبنى يوجد العديد من الأقسام السرية التي لا يسمح للعامة بمعرفة تفاصيلها، ومن بينها متحف CIA الذي يحوي أكثر من 600 قطعة معروضة استخدمت في عمليات مهمة وبغاية سرية. والآن قد تتساءل، كيف تمكننا من الكشف عن محتويات هذا المتحف؟ ببساطة، من خلال المؤسسات الإعلامية التي سمحت لها إدارة CIA مؤخراً بزيارة المتحف احتفالاً بالذكرى 75 لتأسيس الوكالة. والآن دعونا نكتشف سوياً أبرز مقتنيات هذا المتحف. عندما تتجول في زوايا المتحف ستجد أنواعاً مختلفة من أجهزة التجسس التي يعود بعضها لفترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والسوفييت. فعلى سبيل المثال، قد تجد علبة سجائر عادية، ولكن إذا فتحتها ستتفاجأ بوجود كاميرا بغاية الصغر مخفية بداخل العلبة. ومن المعروضات الأخرى التي تبدو عادية هي كأس مارتيني، لكنها تبعد كل البعد عن الكأس العادية، فهي قابلة للانفجار. ومن أبرز المقتنيات الأخرى الموجودة في المتحف نموذج مصغر لمجمع سكني بباكستان عاش فيه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وهو النموذج نفسه الذي عرض على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2011 قبل أن يأمر بشن الغارة التي قتلت زعيم التنظيم. ويوجد بجانبه نموذج آخر للمبنى الذي سكن فيه الزعيم الجديد للقاعدة أيمن الظواهري الكائن بكابل، وعرض هذا النموذج على الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يعطي الضوء الأخضر للقوات الأمريكية لقصفه أواخر يوليو الماضي، ونتج عن ذلك مقتل الظواهري. توجد أيضاً في المتحف السري للCIA جدران عليها رموز وكتابات تحوي رسائل مشفرة لا يمكن لأحد فكها ما عدا عملاء الوكالة. وإذا كنت من عشاق أفلام هوليود فستتسنى لك فرصة رؤية الأدوات التي استخدمت في عملية كنديان كابر، وهي عملية مشتركة بين كندا والCIA حصلت عام 1979 واقتبس عنها الفيلم الشهير أرجو الذي تناول أحداث مهمة إنقاذ الدبلوماسيين العالقين في إيران بعد قيام الثورة الإسلامية. والآن أخبرنا، لو أتيحت لك فرصة زيارة متحف CIA هل ستفعلها؟ إذا أعجبك الفيديو اشترك معنا وفعل الإشعارات كي يصلك كل جديد.